نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. أعوان السكك الحديدية ينفذون إضرابا بيومين على خلفية مطالب مهنية وسط استياء وتذمر المواطنين. توقيع ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في منظومة الألبان وإعلان ترفيع تسعيرة الحليب 100 مليم والزيادة لا تشمل المستهلك. بحضور قرابة 500 من المشاركين من جنسيات مختلفة تونس تحتضن منتدى المساواة بين الجنسين. الثامنة من تونس، أهلا بكم. رحلات قطارات ملغاة وأبواب موصدة بمحطة تونس للقطارات، يوم المتاعب بالنسبة للمسافرين. أعوان السكك الحديدية في إضراب اليوم وغدا بعد غياب حلول بشان الإشكال المتعلق بفتح الخط الحديدي الرابط بين صفاقس وتوزر وبعض المطالب الأخرى. محطة برشلونة للقطارات التي كانت تؤم يوميا أكثر من 100,000 مسافر خالت اليوم من روادها من المسافرين والقطارات، وكل من أراد دخولها وجد أبوابها موصدة. لا تفسير لما يحدث إلا لافتات علقت في مداخلها تعتذر للمسافرين بسبب إضراب نقابة السكك الحديدية، ليبقى المواطن في حيرة من أمره. أنا ماشي نخدم، نروح في الليل مخر، شكون باش يروح بيه؟ نقعد مطيشة البراكاجيت؟ هذا معقول؟ هذه هكا بلادنا؟ والله عيب عليه، أو ما في بناشي، احنا كيفاش نعملوا توا؟ كيفاش نروح؟ لازم زاد نلقاو ترونسبور، شنو ملوحين زاد هنا، زاد احنا بنات وعندي صحابي زاد جايين من البعاد. فهمت لي، بشر اللي يقلق، مش حتى انسان عنده قضيه، عنده كذا، عنده مآرب، وعنده عنده مريض، عنده حاجات متاكده، فهمني يجي يعمل كيما هكا مش معقول. شديد خدمه جديد، شنو نقول له؟ عارف نقول له ترى ما جاش، ما يستعرف ليش. اخدموا تونس، لا خلاونا نخدموا، لا خلاونا نعيشوا كالعباد، شي يحبوا شي طالبين. الجامعة العامة للسكك الحديدية بررت إضرابها بعدم توصلها لاتفاق مع إدارة شركة السكك الحديدية، وتمثلت مطالبها في إرجاع الخط 13 للعمل وتسوية وضعية بعض المطرودين. الخط رقم 13 الرابط ما بين صفاقس قفصة توزر اللي فيه اعتصام مفتعل. المفتعل من طرف البارونات نقل الفوسفات عبر الشاحنات. الخط هذا نعتبره استراتيجي وجوهري بالنسبة للحياة الشركة الوطنية للسكك الحديدية. الناطق الرسمي باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حسين المعادي أكد أن قرار طرد عدد من الأعوان لا يمكن التراجع فيه، وفيما يخص الخط 13 فالإدارة تسعى لإعادته للعمل. جامعة العامة للسكك الحديدية طالب بإرجاع 19 عون مطرود. الأعوان هذوما كانوا مثلوا أمام مجلس تأديب وقاموا بإخلالات جسيمة، منها الغيابات غير قانونية، وقانونا معناتها لا يسمح بعودة هؤلاء الأعوان لأنهم مثلوا أمام مجلس تأديب وكانت عقوبتهم العزل. هذه النقطة الأولى. الشركة قامت بالتقاضي أكثر من 60 مرة ضد المعتصمين اللي ألحقوا ضرر بها، وبالتالي فإن الشركة صحبة سلطة الإشراف بصدد القيام بمساعي لعودة الخط هذا نظرا لجدواه وقيمته وفعاليته. إضراب القطارات يتواصل لغاية منتصف الليل من يوم غد الخميس، يمكن أن تعقبه إضرابات أخرى ما لم تحل المطالب النقابية وفق الجامعة العامة للسكك الحديدية، وهو ما يزيد في تعطيل مصالح المواطنين. تم بقصر الحكومة بالقصبة توقيع ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في منظومة الألبان بين الحكومة وبين مهنيي القطاع. وتم خلال حفلية توقيع التأكيد على عدم مساس تسعيرة شراء الحليب عند المواطن مقابل الإعلان عن ترفيع تسعيرة الحليب على مستوى الإنتاج. هو ثاني ميثاق قطاعي يمضى بين القطاعين العام والخاص يتعلق بمنظومة الألبان للفترة الممتدة بين سنوات 19 و2025 و2000، ميثاق من شأنه أن يساعد منظومة الألبان على التعافي واستعادة توازناتها في جميع حلقاتها إنتاجا وتجميعا وتصنيعا وترويجا.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أشرف على إمضاء الميثاق أكد أن الحكومة ماضية في دعم هذا القطاع عن طريق عدد من الالتزامات المحمولة عليها، من ذلك النهوض بالجودة وضمان المردودية الاقتصادية لسائر المتدخلين. ووفقا لهذه الأهداف وغيرها، تم إقرار الترفيع في سعر اللتر من الحليب نصف الدسم. دعم الفلاح عبر الترفيع في السعر عند الفلاحين، يظل اتفقنا على 100 مليم للترفيع تمشي على صندوق الدعم ولا يقع تحملها على المستهلك. عم نأكد اللي ما ثماش ارتفاع في سعر الحليب على المستهلك، ولكن سندعم الانتاج الفلاح وصناعيين ومجمعي الحليب. الزيادة هذه بمقدار 100 مليم لللتر، وهذه معناتها منها 55 مليم للفلاح، 30 مليم للصناعي، و15 مليم على مستوى التجميع. هذوما هما الزيادات اللي تم اقرارهم، وزيادات هذوما باش تحملهم ميزانيه الدوله. ومن اهداف الاستراتيجيه المشتركه لميثاق منظومه الالبان، والتي تشغل حوالي 40% من اليد العامله الفلاحيه، مزيد حوكمتها واحداث برنامج مهني مشترك ودعم تموقع المنتوجات التونسيه في الاسواق المحليه والخارجيه. تونس كانت مش بعيد ياسر في الثمانينات كانت مورده، يعني حليب الغبره. اليوم ركزنا منظومه تنتج 100% وتوفي بحاجيات البلاد من حليب الطازج، يعني كل المنظومة تونسية. مشكلات كبيرة عايشها، لكن الاتفاق اللي صحناه اليوم يخص كل هذه الاشكاليات، وإن شاء الله بتضافر جهود نخرج من الوضعية اللي هي حرجة. والميثاق اللي أمضيناه اليوم على أنه يكون أول نقطة، واللي هي أهم ربما ما تذكرتش، لأنه معناها أحكينا على أنه يكون السعر متحرك، هو يتغير حسب المدخلات وحسب الكلفة. وسيوضع على ذمة مهنيي القطاع صندوق للتمويل على غرار قطاع النسيج، من شأنه أن يشجع على تنفيذ مشاريع في منظومة الألبان. صندوق هذا بتحال يأتي لدعم المنتجين الصغار وفلاح صغار، باش تبقى المنظومة متكاملة ومتنجسة. احنا لازم كي نخدم على سياسة المنظومات الفيلير أنه الناس كل تبدأ معناها متفقة مع بعضها بعقود. كما تمضي الحكومة في توقيع مواثيق شراكة مماثلة بين القطاعين العام والخاص، تغطي قطاعي الصيد البحري والدواجن، وأيضا قطاع الحبوب، خاصة وأنه تم اليوم وبعد التشاور مع الأطراف المتدخلة إقرار الترفيع في تسعيرته عند الإنتاج بقيمة 7 دنانير للقمح الصلب، و5 دنانير للقمح اللين، و3 دنانير للشعير في القنطار الواحد. شهر رمضان المعظم على الأبواب، وفي إطار الاستعدادات له انتظمت بمقر ولاية باشا جلسة عمل إقليمية للجان التحكم في الأسعار ومتابعة انتظام التزويد وتصدي للتهريب والتجارة الموازية على المستوى الجهوي، وتخص ولاية باشا وجندوبة والكاف وسليانة. مع اقتراب شهر رمضان المعظم، والذي يعد مناسبة استهلاكية كبرى حيث يزداد الطلب على أغلب المنتوجات اليومية، تباينت آراء المواطنين بولاية باجة بخصوص أسعار هذه المنتوجات. البعض يرى أن الأسعار لا تزال مرتفعة بالنظر لتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، في حين سجل البعض الآخر تراجعا في أسعار بعض المواد تزامنا مع انطلاق حملات المراقبة الاقتصادية في الفترة الأخيرة. أسوام طلعت وأسوام قعدت وأسوام هبطت شوي، كيما البطاطا سما اصلا مفقوده تو حس ما تشوف فما بلايص فيها بطاطا، فما ناش فما احتكار لرمضان ولا من السوق المركزيه. فهم عليهم مش ثم الصبا ثم اللي ما نجموش نوصلوا، ما عندناش واصلين للحم لا حوت، ما عندناش واصلين لحد شيء. كل السلاح والصومه ثم اشوا نوع ذاك نوع. انا عندي في التون ب 2700 وراه لك اختي، عندي ب 2700 فوق 3500 من طماطم ب 18 مش متوفر حتى شيء. المدة ذي بعد الحملات الحق نقصت ياسر بيه ياسر، وديرها على عين كيفاش يقولوا فيكم في السوق وتشوف الأسعار ونوصلت طماطم والفلفل ونقص بقدي الدجاج نقص به. استعراض مختلف الاستعدادات والتحضيرات لشهر رمضان المعظم إنتاجا وتزويدا كان محور جلسة عمل مع ولاة إقليم الشمال الغربي انتظمت بمقر ولاية باجة، من أجل توحيد الجهود للتحكم في مستوى الأسعار والتصدي للممارسات المخلة بشفافية المعاملات ومقاومة الاحتكار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن. الفترة القادمة تزويد مش يكون ممتاز، الأسعار في انخفاض، خاصة احنا في ان شاء الله مش تكون ذروة انتاج. بالنسبة للمراقبة الاقتصادية معناها مش يكون العمل في الصباح قبل توقيت الإداري،
في التوقيت الإداري وبعد التوقيت الإداري، وإن شاء الله في النصف الثاني فما حصة ليلية، أيضا فما حصة استمرار بالإدارة. وزير التجارة عمر الباهي ولدى إشرافه على جلسة العمل الإقليمية للجان الجهوية للتحكم في الأسعار ومتابعة انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بولاية باجة، شدد على ضرورة الحرص على مواصلة العمل في إطار فرق إقليمية مشتركة حتى يكون العمل أكثر نجاعة. نشتغل على الطرقات، نشتغل على المخازن، نشتغل على سوق التفصيل، وشفنا اللي في المدة الأخيرة كان ثم نسق كبير نتاع التحرك على مستوى أعوان نتاع المرقب الاقتصادية نتاع التجارة بالتعاون مع الأمن معناتها، وكان ثم عدة حملات كبيرة على المخازن وعلى الطرقات، وشفنا اللي ثم تحسن على مستوى العرض في مستوى أسواق الجملة، وتحسن حتى على مستوى الأسعار في أسواق التفصيل، وشفنا انخفاض على مستوى الأسعار. الحرص على تزويد السوق بمختلف المنتجات وتكثيف حملات المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع كافة الأطراف المتداخلة تبدو من أوكد الأولويات في هذه الفترة للمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن. في موضوع آخر الآن، انطلق منتدى تونس حول المساواة بين الجنسين الذي تنظمه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمائي وعدة هياكل أخرى إقليمية وبحضور قرابة 500 مشارك من عدة دول. بمساعدة الرجل للمرأة للحصول على حق المساواة، الراجل يشارك في بناء مستقبل أفضل. واحدة من المقاربات لقضية نوعية نقلها الممثل التونسي ظافر العابدين رسالة إلى ضيوف تونس من مختلف أصقاع العالم في منتدى تونس للمساواة بين الجنسين. واختيار تونس لاحتضان هذا المؤتمر، قال رئيس الحكومة يوسف الشاد، إنه تأكيد للاهتمام الكبير بما تراكم من مكاسب وطنية في هذا المجال تعززت في السنوات الأخيرة بعدة تشريعات وإجراءات، منها إحداث مجلس تكافؤ الفرص ومنشور اقتراح امرأة ورجل لكل منصب إداري. ما ثماش مجتمعات نجم تقدم وما ثماش تجربة ديمقراطية نجم تنجح إذا المرأة الدور متاعها ماهوش مفعل كما ينبغي. ما زالوا العديد من الأشياء بتتقدم في تونس باش نخلقوا معناها إمكانيات وفرص باش النساء تكون موجودة في المناصب العليا في الدولة. هذا معناها يكون عبر مشاركة جميع المنظمات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. قوانين مهمة جدا، قانون مناهضة العنف ضد المرأة احنا ترجم لهن العربية الفرنسية الإنجليزية بطريقة براي باش نمكنوا الفئات ذات الحاجيات الخصوصية من أنها تعرف حقوقها. ثم احنا أحدثنا تقريبا توا عنا في المشاريع متاعنا عنا 7 مراكز لإيواء النساء المعنفات. منتدى تونس الذي يعد متابعة لمنتدى ستوكهولم السويد الذي انعقد قبل سنة يقدم فرصة لمناقشة ولتقييم عدة محاور منها النساء والأمن والسلام، وذلك بمشاركة شبابية واسعة في سياق التحضير لمؤتمر بكين 2020. الإطار التشريعي والتنظيمي قائم والإرادة السياسية متوفرة، لكن يجب ترجمتها إلى أفعال حقيقية يجب أن تنعكس على السياسات العامة، أي على مستوى الميزانيات، وعلى البرلمانات أن تمسك بزمام الأمور. فعندما تقدم حكومة ميزانية لا تعكس المساواة بين الجنسين في تقدير يتعين عليها رفعها. المنتدى الذي يمتد على مدار 3 أيام تتوزع أشغاله على 43 ورشة تبحث في مسائل ذات صلة بالمساواة بين الجنسين، من ذلك تمكين المرأة من خلال العمالة التجارية الشاملة للجميع. سيكون هذا المنتدى فرصة لنا للقاء النشطاء من مختلف أصقاع العالم يعملون على المساواة بين الجنسين، فتحقيقها يتطلب وقتا لكنه ليس بالصعب. هناك حركة قوية خاصة مع التطور التكنولوجي التي تقود حركة مناهضة لكل ما هو تقدمي للديمقراطية لحقوق الإنسان. أتوقع أن يتم خلال هذا المؤتمر البحث عن حلول لمسألة التراجع عن المكاسب في مجال المساواة بين الجنسين. هناك التزامات دولية ومعاهدات لأجل القضاء على التمييز ضد المرأة، ويجب أن يتركز الجهد على كيفية تحويل هذه المواثيق الدولية إلى واقع، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه. ويعد منتدى تونس منبر نقاش وتبادل تجارب بين الأطراف الفاعلة وممثلة الحكومات والمجتمع المدني وعدة هياكل لدعم تمثيل المرأة في الحكومات والهيئات والمؤسسات المحلية.
وتحت قبة باردو تمت المصادقة عشية اليوم على تنقيح مشروع قانون الإجراءات الاستثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوة الأمن المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم لسنة 2011 و2000. التسوية تمت على مرحلتين وبكلفة جملية ناهزت 4 ملايين دينار. وقد أكد وزير الداخلية هشام الفراتي على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوضع الأمني في تونس يعد مستقرا في العموم. صورة أمنية وعسكرية ماخذين احتياطاتنا، طورنا في بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية في منظومة أمن الحدود، وبالطبع هناك دوريات مشتركة نقوم بها سواء على مش الحدود الليبية برك، وإنما عنا الحدود الغربية مع جارة الجزائر، ولكن ربما مع الجزائر هناك تنسيق أمني مع السلطات الجزائرية لتبادل المعلومات، خاصة بالنسبة إلى العناصر الإرهابية الموجودة في المتاخمة للحدود بين البلدين. يبقى بالطبع منسوب التهديدات معناها مرتفع، ولكن الوضع الأمني عموما مستقر. أعلنت وزارة الدفاع الوطني أنه تم صباح اليوم التعرف على جثة الإرهابي الذي تم القضاء عليه مساء أمس بجهة الكاف، ويدعى وفق بلاغ للوزارة يدعى أسامة السالمي المكنى بأبي مصعب، وهو من مواليد الكاف، وكان ينشط ضمن المجموعة الإرهابية التابعة لكتيبة عقبة بن نافع بمرتفعات الكاف والقصرين. في الأثناء تتواصل عمليات تمشيط جوية وبرية بغابات سركونة من ولاية الكاف. عملية تمشيط جوية وبرية تواصلت صباح اليوم بغابات سركونة من ولاية الكاف غداة عملية أمنية وعسكرية استباقية أسفرت عن القضاء على عنصر إرهابي وحجز سلاح كلاشينكوف ومخزن للذخيرة. هذه العمليات كانت انطلقت مساء أمس داخل الغابات والمسالك الوعرة وسط تكتم حول مجريات هذه العملية الأمنية والعسكرية التي شهدتها مناطق سركونة والنظور وجبل اللاعشة. وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت أمس القضاء على عنصر إرهابي خلال عملية استباقية وحجز سلاح من نوع كلاشينكوف ومتفجرات وأغراض أخرى. المدن التونسية الذكية برنامج يهدف إلى تصميم مدن أكثر جاذبية لضمان تنمية مستدامة وتركيز سياسة ديمقراطية. الفكرة قدمت خلال ندوة صحفية نظمتها كل من وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وجمعية بنزرت 50 و2000، وتم فيها الإعلان عن انطلاق القافلة الوطنية للمدن الذكية. من هنا من مدينة سونغدو بكوريا الجنوبية انطلق تجسيد الفكرة، فكرة إرساء مدينة ذكية تشبه مدن المستقبل. هنا الاعتماد كليا على التكنولوجيا تسهيلا لحياة المواطن ولمنحه فرصة خوض تجربة عالمية فريدة. التجربة استهوت الكثيرين والنماذج العالمية تعددت وتتسابق فيما بينها لتكريس مفهوم المدينة الذكية على أرض الواقع. المفهوم وإن كان يحتاج في بلادنا إلى مزيد التبسيط والتوضيح، فإن المراهنة عليه خلال السنوات القادمة ستمكن من تكريس رهان تونس المصدرة للذكاء. مفهوم المدن الذكية هو اللي باش يقودنا في الخمس سنوات القادمة باش نحسنوا الخدمات المقدمة للمواطن، وباش نجعلوا من بلادنا يعني موقع متميز للخدمات الرقمية، وباش نخلقوا يعني سوق رقمية كبيرة، لأن وقت اللي نخدموا على المفهوم هذا ونرقم من كافة الخدمات باش يولي فما حركية اقتصادية كبيرة، وثم تصدر هذه الخبرات للخارج، وبالتالي تقوي من تموقعنا احنا كبلاد مصدرة للذكاء. تجربة تونس مع مدن المستقبل ورغم حدثتها، فقد مكنت ولاية بنزرت من أن تدرج في سياق مبادرة أممية ضمن أهم المدن العالمية في مجال المدن الذكية المستدامة. لدينا سيرتيفيكاسيون هذه من عام 2018 في ملقا، فهمت يا لا، ومدينة بنزرت معروفة ولات معروفة، فهمت يا لا، في بقايع كثيرة. هذا ما يعنيش راهو اللي احنا نصمم ديجا سمارت سيتي، احنا عندنا اللي الباك جراوند، فهمت يا لا، نتاع أنه نبداو باش نوليو، فهمت لا، فري فيل سمارت سيتي من هنا ان شاء الله للمستقبل.
واليوم توسع الطموح وأصبح استشراف مدن المستقبل عبر الخروج من النمط الحالي إلى النمط الرقمي هدفاً وطنياً سيتم العمل خلال السنوات المقبلة على ترسيخه باعتماد مؤشرات واضحة تحترم خصوصيات كل جهة. ومن هنا كان الإعلان الرسمي خلال ندوة صحفية عن إطلاق القافلة الوطنية للمدن الذكية. هما 132 مؤشر بالضبط، فما مؤشرات يخصوا الأمور الاقتصادية، فما مؤشرات يخصوا الأمور البيئية، وفما مؤشرات يخصوا الأمور المجتمعية السوسيولوجيك. دونك هذوما ثلاثة، المدينة الذكية هي كيفاش تلم هالثلاثة مؤشرات هذوما، ثلاثة الوافامين تاع المؤشرات هذوما، وتخلق بهم مدينة في صالح المواطن. هذه القافلة التي ستجوب كامل ولايات الجمهورية على مرحلتين ستعمل على توعية الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بهذه الجهات بجدوى إرساء مدينة ذكية تساهم في رفع لصق التنمية وفي خلق مواطن شغل جديدة وتسهل على المواطن نسق حياته اليومية. حوار تفاعلي انتظم مساء اليوم بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومجموعة من الطلبة والجامعيين وأصحاب المؤسسات. هذا اللقاء تناول خاصة مسائل تتعلق بالتشغيل والاستثمار والتعليم. لقاء حواري تفاعلي لمجموعة من الطلبة والجامعيين وأصحاب المؤسسات مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد. اللقاء الذي تحدث فيه الحاضرون من الطلبة بقلب مفتوح عن مشاكل التشغيل والاستثمار والتعليم وغيرها من أمهات المشاكل، استساغه رئيس الحكومة وأكد على التزام الحكومة بتهيئة كل أسباب النجاح للشباب خدمة لتونس أخرى ممكنة. اليوم كما تحدثت قاعدين نحاولوا عبر قوانين نخفوا في التراخيص، نقصوا عليهم، نوحدوا الإدارة. تحدثت على إمكانية معناها بعث لميزون لانتربرونور يكون فيها كل الآليات موجودة. فما العديد من الأفكار يزم نفعلوها، يزم نمشيوا للشباب هذايا وإحنا نوفروا له كل المناخ الممكن باش هو يستثمر وهو يقدم على المبادرة الفردية. الشباب مشارك وأيضا القائمون على جمعية الطلبة والجامعيين وأصحاب المؤسسات يرون أن أهمية هكذا لقاءات تكمن في ترجمة الحكومة جمع أفكارهم ومشاريعهم إلى أفعال. التدخلات نتاع الطلبه سي دي معناتها ديزانترفونسيون ديريكت، معناتها بلغوا على افكارهم بصفه واضحه وعلى تطلعاتهم بصفه واضحه. الفكره عجبتني برشا انه فرصه للشباب باش يتحاوروا مع رئيس الحكومه، باش تكون ما فماش حواجز بينه وبين سيد رئيس الحكومه، لكن المشكل تبقى ديما في انه شنو اللي باش يصير بعد هالحوار هذايا. مش الفيده انا نحكيو، ماذا بينا كن كنت نفضل الديبا يكون بالوقت والعبيد تسال سؤال مباشر ويجاوبوه، ما يبقاش معناتها مش من قبل يصير تيغاجو صوغ والعبيد معناتها تكون سبونتاني اكثر ونتفاعلوا حسب الكلام يحكي فيه. اللقاء الحواري بين الطلبه ورئيس الحكومه يرمي القائمون عليه الى اتاحه الفرصه للطلبه للتحاور مع رئيس الحكومه من اجل ايجاد اجوبه لكل الاسئله المتصله بقضايا التشغيل والمبادره الخاصه والاستثمار. افتتحت بالحمامات الجنوبية أشغال المؤتمر العادي للجامعة العامة للشؤون الدينية الذي كان مناسبة تطرق فيها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى الشأن النقبي وإلى الوضع العام بالبلاد. في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال مؤتمر الجامعة العامة للشؤون الدينية أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الدين الإسلامي دين تسامح وتآخ واجتهاد وعطاء، داعيا إلى ضرورة تحييد الدين عن أي توظيف سياسي، وهو ما أكد عليه بدوره رئيس المؤتمر عبد الكريم جراد. هو دين الإبداع، دين الاجتهاد، دين العطاء بدون حساب، دين الإنتاج والإنتاجية مش التكاسل والتخاذل. هذا ديننا بالحق نحبوه. يوم الناس تحب تران أشكون مسلم وأشكون مش مسلم وأشكون يملك الحداثة والتقدمية وأشكون متخلف، لا، هذا الشعب هو مسلم بطبعه. بالنسبة لنا احنا كاتحاد عامة الشغل ضروري أن نحيدوا الدين على السياسة، والدين ليه مجال مختص وليه ناس مختصة فيه وفيه موظفين يعملوا في هذا الشأن وفي هذا القطاع، لابد أن خطابهم يتحيد على الجانب السياسي، هذا ما نسعى عليه احنا داخل اتحاد عامة الشغل. كما تطرق الطبوبي إلى الشأن النقبي والوضع العام بالبلاد مجددا في هذا السياق التأكيد أن المنظمة الشغيلة معنية بالانتخابات القادمة التشريعية كما الرئاسية باعتبارها قوة تعديل على حد تعبيره. تمنا الانتخابات الرئاسية وتمنا التشريعية وتمنا أي انتخابات، لأن في تونس احنا النقابين ما مواطنين،
ما زلت تمنع علينا حتى الانتخابات والتصويت، ولكن كل حد يحب يفصل يفصل على كيف. المنظمة هي مستقلة عن كل الأحزاب، مستقلة عن الناس كلها، قوة خير وقوة توازن وتعديل، ولكن المنظمة كيف كيف لها أطروحاتها في هذا الشأن. انتساب وحدة النضال هو شعار المؤتمر العادي للجامعة العامة للشؤون الدينية في ظل انخراط أكثر من 11 ألفا من الإطارات الدينية في إثراء للمشهد النقبي والمجتمعي في البلاد وفق أمين عام المنظمة الشغيلة. بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين، نظم المحامون إضرابا حضوريا بكافة المحاكم، كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية بكافة المحاكم غدا وتنفيذ اعتصام لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمقر المحكمة الابتدائية بجندوبة. الإضراب جاء على خلفية ما وصف بالاعتداء على رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة وعضو الهيئة الوطنية للمحامين. هكذا كانت قاعات الجلسات بكافة محاكم الجمهورية، منها الخالية ومنها شبه الخالية من المحامين والقضاة والمتقاضين، والسبب إضراب عام حضوري للمحامين عن العمل بكافة محاكم الجمهورية طيلة اليوم على خلفية ما وصفوه بالاعتداء السافر على رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة. إضراب أقر بعد اجتماع طارئ لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمقر محكمة الاستئناف بجندوبة. قررنا هذا الإضراب وقررنا قلت لهم نعملوا اعتصام في المحكمة الابتدائية بجندوبة، وعنا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية في وقت لاحق سيتم تحديد زمانها بالضبط. نطالب بمحاسبة المعتدين وفقا للآليات القانونية والإجراءات القانونية. اللي خلى المحامين اليوم يحسوا أنهم مستهدفين هو قرار جناب النيابة العمومية المحترمة. للأسف الزميل يقدم إشكاية ضد أعوان أمن بعينهم بأسمائهم بصفاتهم، إلا أنه النيابة العمومية في جندوبة ما تعيدش هذا اهتمام وتفتح بحث ضد مجهول. الاعتداء السافر والمجاني هذا على رئيس فرع أمر مرفوض وغير مقبول تماما، في عدم احترام للحقوق الإنسان، الاحترام الإجراءات، في عدم احترام طبعا القانون، وللأسف تتبع المعتدين يراوح مكانك. إضراب المحامين كان مرفوقا بجملة من الترتيبات، منها تأمين الجلسات بواسطة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وأعضاء مجالس الفروع الجهوية والمحامين المتطوعين والمكلفين. خذينا إجراءات حتى لا يتضرر المواطنون وحتى لا يتضرر الموقفين. تم تكليف الفروع الجهوية بالإشراف على تنفيذ الإضراب وبتكليف من يحضر حتى لا تكون هناك مسقطات ستو في الجوانب الشكلية. بالنسبة للموقفين أيضا هناك من سيتوفر الدفاع، ما تكون جاهز للدفاع عليهم. على مستوى فني جلسات يقع الاتصال مسبقا من السادة رؤساء الهيئة القضائية والحكمية، يقع الاتصال بهم وعلمهم كون المحامين في إضراب، والحقيقة فني هذا الحق يقال، وكونه أغلب القضاة استجابوا لهذا المطلب في تأخير القضايا على حالتها سواء بأسبوع بأسبوعين أو حتى بشهر بحسب الرزنامة التي تقتضيها بنية المحاكم. هذا ويبقى مجلس الهيئة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ أشكال التحركات المزمع تنفيذها لاحقا. في إطار مشروع مرافقة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ودعمها، تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع سفراء الوقاية من التعذيب، وهو مشروع مشترك بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للمواطنة. ممارسات التعذيب وسوء المعاملة ما زالت مستمرة، هكذا يقول رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، الذي يشير أيضا إلى أنها لم تعد سياسة دولة، إلا أنه ما تزال هناك تجاوزات وانتهاكات كممارسات وردود أفعال من قبل أعوان إنفاذ القانون. بين سنتي 2016 و2017 ورد علينا 104 بلاغات وإشعارات وشكايات تخص مع شبهات التعذيب وسوء معاملة. في سنة 2018 125، الحصيلة في ارتفاع. في سنة 2019 نتوقع أن يكون أكثر، وهذا دليل أنه للأسف ما زال تم تجاوزات، ليس فقط ربما في السجون كما يخطر بال الكثيرين، ولكن خاصة لدى باحث البداية. تعذيب مثلا ما عادش يعني ممارسة
ممنهجة وممارسة يعني يقع يعني إقرارها من طرف السلطة التنفيذية، ولكن يجب الإقرار بأنه لا تزال هناك العشرات ربما حتى المئات من حالات التعذيب وانتهاك الكرامة البشرية تحدث في مؤسساتنا. وفي هذا السياق تم اليوم الإعلان على الانطلاق الرسمي لمشروع سفراء الوقاية من التعذيب، وهو مشروع مشترك بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للمواطنة، يهدف إلى تشريك مجموعة من الشبان من جميع ولايات الجمهورية لتقديم مشاريع للتربية والتوعية ضد هذه الظاهرة. 20 سفير السفراء هذوما قمنا بدورات تكوينية مع مختصين، وبعد سفراء هذوما اختاروا مشاريع قاموا بهم وتقسموا إلى مجموعات. المشاريع هذوما توا عندنا 5 مشاريع. المشروع الأول هو مسرحية، الثاني هو سيلون، الثالث هو حملة اتصالية، وعندنا ان سبوت وعندنا انترفيو. المشروع متاعنا هو مشروع السيلون ولا السجن الانفرادي. المشروع هذا يحسس قوة العذاب اللي يسلط على السجين في الحبس الانفرادي. المشروع متاعنا يتمثل في ومضة تحسيسية ان سبوت دو سنسيبيليزاسيون، حاولنا ان نسلطوا الضوء على الاثار النفسية للتعذيب خلال مثلا الاكتئاب والا الانفعالات، الاثر الاخر اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة. وستكون المرحلة التالية من المشروع مرحلة القوافل التوعوية التي سينتقل خلالها السفراء إلى العديد من الجهات لعرض أعمالهم والتوعية المباشرة. أعلنت محكمة المحاسبات خلال تقديمها للتقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للمجالس البلدية الفارطة أن 138 قائمة انتخابية دخلت الانتخابات البلدية الماضية ولم تلتزم بإيداع حساباتها المالية في الأجال القانونية. كما بين التقرير أنه وقع إسقاط عضوية 84 قائمة فائزة في الانتخابات الفارطة. تضمن التقرير النهائي لدائرة المحاسبات حول رقابة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية إسقاط عضوية 84 قائمة فائزة في الانتخابات الفارطة. كما بين التقرير أن 138 قائمة مترشحة لم تلتزم بإيداع حساباتها المالية لدى محكمة المحاسبات في الآجال القانونية. 84 قائمة فائزة تحصلت على 226 مقعد ب 72 مجلس بلدي، عدم إيداعها للحسابات المالية لدى المحكمة في الآجال القانونية يتولد عليه أولا تسليط عقوبة مالية في حدود 10 مرات مبلغ المنحة العمومية على مستوى الدائرة الانتخابية اللي ترشحت فيها القائمة من ناحية، ومن ناحية أخرى عقوبة انتخابية تتمثل في إسقاط كل عضو ترشح عن هذه القائمات. فيهم ياسر قائمات حزبية وترع زادة كذلك الأحزاب يعني عريقة وأحزاب يعني عندها مكانتها. أي نداء موجود، المشروع موجود، أفاق موجود، قائمات حركة النهضة تولت إيداع الحسابية والوثائق في الأجال القانونية. ووفق محكمة المحاسبات فإنه وقع إلى موفى شهر مارس الفارط إصدار قرارات وقتية تقضي بتسليط خطايا مالية على 106 قائمة مترشحة لم تودع حساباتها لدى محكمة المحاسبات، مبينة أن أغلب التجاوزات والإخلالات المسجلة تعود إلى القائمات الحزبية. قائمات المستقلة رغم حداثة تجربتها في الانتخابات البلدية والانتخابات بصفة عامة كانت في وضعية أفضل من الأحزاب بالنسبة لمسك الحسابية وأعدادها وتأدية النفقة. إخلالات في الحملة الانتخابية تعلق بعضها بإنجاز نفقات على خلاف السياغ القانونية والتي شملت قرابة 1100 قائمة. إخلالات شابت مشروعية الموارد، إخلالات شابت معناها مشروعية النفقات، إخلالات شابت يعني الوثائق المصاحبة والحساب ده كيف نفس الشيء. كيف هم الإخلالات معناها اللي عينتها معناها المحكمة وتتعلق بحسابية أو بموارد وموارد الأحزاب اللي معناها اللي ساهمت في تمويل قائمات الحزبية. وأوصت محكمة المحاسبات بمزيد إحكام عملية فتح الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية وتفادي هيمنة بعض الذوات الطبيعية على تمويل الحملة، إلى جانب مراجعة طريقة احتساب مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية.
في أخبار الأحزاب، تم اليوم الإعلان في ندوة صحفية انتظمت بالعاصمة عن أبرز مضامين المؤتمر الوطني الثاني لحزب التيار الديمقراطي، إضافة إلى البرنامج السياسي للحزب خلال الفترة القادمة. قدم اليوم حزب التيار الديمقراطي خلال ندوة صحفية مخرجة مؤتمره الوطني الثاني الذي انعقد الأسبوع الفارط، والذي تم خلاله تحديد هيكلة الحزب وسياساته خلال الفترة المقبلة. أبرز مخرجات المؤتمر متاعنا كانت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، من ثم تعديل النظام الداخلي برمته، من ثم انتخاب هياكل وطنية جديدة. قراءة الواقع السياسي للبلاد والتصويت على اللائحة السياسية كانت من بين أبرز ما جاء في المؤتمر الوطني الثاني للتيار الديمقراطي. اللائحة السياسية التي اعتمدت كانت فيها ثلاث محاور أساسية، فيها وصف الوضع الوطني، فيها جزء ثاني متعلق بالتوصيف الوضع الحزبي، عنصر ثالث هو توجه التيار الديمقراطي في الاستحقاقات القادمة، لا سيما الاستحقاق التشريعي والرئاسي. كما قدم الحزب خلال هذه الندوة الصحفية مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة محمد عبو، الذي أكد أن برنامجه الانتخابي الذي قدمه لمنصب رئيس الجمهورية وممتلكاته التي صرح بها ستنشر في موقع الحزب. ندعو سيد المجلس الوطني امتعنا لاختيار رئيسه ولوضع شروط للترشح للانتخابات التشريعية، يعني بعد أسبوعين يكون الاجتماع المسؤول الوطني وحدد هذه الشروط، وتبدأ الجهات في التيار الديمقراطي في مختلف الولايات أو في مختلف الدوائر الانتخابية اللي مقابلها مكاتب يبدأوا في نقاشات لتشكيل القائمة، يعرضوها في مؤتمراتهم الجهوية، وبعد يصدقوا القائمة تعرض على المكتب السياسي، إذا ما اعترضش المكتب السياسي فتصبح هذيك هي المرشحين معناها باسم التيار الديمقراطي. كما أكد قيادي الحزب خلال الندوة الصحفية أنه تم إرجاء التصويت على اللوائح الثقافية والاقتصادية والاجتماعية خلال المؤتمر إلى المجلس الوطني، وهو أعلى سلطة في الحزب. وعلى هامش هذه الندوة الصحفية، أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو أن عملية المراقبة الأمنية التي تعرض لها منذ حوالي أسبوع قد توقفت منذ منتصف نهار أمس الثلاثاء. واتهم عبو اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية هشام الفراتي بإعطاء تعليمات لمراقبته، مبرزا أنه تم توثيق عمليات المراقبة الأمنية التي تعرض لها. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق قد نفى في تصريحات إعلامية أمس أن تكون الوزارة بصدد مراقبة الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أو أي شخصية سياسية أخرى. في أخبار العالم التي نبدأها من الجوار، أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي عن أمله في أن تسفر الاتصالات التي أجراها مع الطرفين المتحاربين عن نتيجة قبل شهر رمضان. ويتزامن ذلك مع زيارة يؤديها مدير مكتب القائد العسكري الليبي خليفة حفتر إلى موسكو حاليا. في الأثناء تحتد المعارك بين القوات الموالية لحفتر ضد قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من أجل السيطرة على طرابلس. وأظهرت صور القوات التابعة للحكومة متمركزة جنوب العاصمة الليبية وتحديدا في منطقة أنزارة للتصدي لأي هجوم قد تقوم به القوات الموالية للقائد العسكري الليبي. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بحملة اعتقالات ومداهمات في مدينة نابلس أسفرت عن إصابة 21 فلسطينيا، بعضهم إصاباتهم خطيرة. كما عمدت قوات الاحتلال إلى تفجير منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى الذي تزعم قوات الاحتلال أنه طعن مستوطنين اثنين وأصاب ثالث بجروح. تأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب مداهمات قامت بها قوات الاحتلال بجرافات عسكرية لبلدة الزاوية التي أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة قبل أن تحاصر بعض المنازل وتفجرها بالجملة، ما أجبر عددا من العائلات على مغادرة المكان. في أخبار الرياضة، تسلم الترجي الرياضي التونسي رمز البطولة الوطنية للكرة الطائرة مساء اليوم بقاعة الزواوي في أعقاب فوزه ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة الإياب على ضيفه سيدي بوسعيد بثلاثة أشواط لشوط واحد. كان الترجي الرياضي ضمن تتويج بلقب البطولة الوطنية للمرة 19 في تاريخه والثانية على التوالي منذ الجولة الماضية. انهاء الموسم الرياضي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي على مستوى البطولة.
على إثر الأحداث التي رافقت الجولة العشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم تغريم فريق شبيبة القيروان ب 2500 دينار مع توبيخ من أجل اقتحام محب لأرضية الميدان. وتقرر تغريم فريق الملعب الجبسي ب 7500 دينار من أجل العودة في رمي القوارير للمرة الثانية. كما قررت الرابطة تسليط عقوبة مالية ب 5000 دينار لكل من النادي الإفريقي والنادي البنزرتي والنادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري من أجل العودة في رمي مقذوفات متنوعة، فيما تأجل البت في الإثارة المقدمة من الملعب الجبسي ومستقبل جابس إلى موعد لاحق. في كرة القدم العالمية، دعم أياكس أمستردام موقعه في صدارة الدرجة الأولى الهولندية فيما حقق كل من الدحيل القطري والنصر السعودي فوزا ثمينا خارج القواعد ضمن منافسات كأس رابطة الأبطال الآسيوية. مع تبقي جولتين عن النهاية، بات أياكس أمستردام ينافس وبقوة على لقب الدرجة الأولى الهولندية إثر ابتعاده في صدارة المسابقة بثمانين نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بي إس في إيندهوفن المنقوص من مباراته. نادي العاصمة الذي يحقق لحد الآن موسما استثنائيا بكتيبة نجحت في العبور والاستحقاق للمربع الذهبي من أمجد الكؤوس، كان قد تغلب برباعية مقابل هدفين على ضيف فيتاس أرنهايم في مستهل الجولة 32 بفضل الأهداف الأربعة لكل من المغربي صاعد حكيم زياش ودوشان ناديتش في مناسبتين من علامة الجزاء وماتس ديليخت مقابل ثنائية نافاروني وأسامة درفلو. من جهته رفع أركمان رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع بعد فوز صعب على ميدانه بهدفين لهدف أمام ضيفي وملاحقه المباشر هيراكليس الميلو الذي تجمد رصيده عند النقطة 48. وإلى رابع جولات دور مجموعات كأس رابطة الأبطال الآسيوية، حيث رفع الدحيل القطري رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة إثر تحقيقه فوزا ثمينا خارج ميدانه بهدفين دون رد على ضيفه العين الإماراتي بفضل ثنائية المعز علي عبدالله والمغربي يوسف العربي. وبالمجموعة ذاتها تغلب الهلال السعودي بهدف دون مقابل على ضيف استقلال طهران الإيراني وحمل هدف المباراة الوحيدة توقيع سيباستيان يوفينكو في الدقيقة 51 ليرفع رصيد الهلال في الصدارة إلى 90. ذوب أهان الإيراني تابع تسيد المجموعة الأولى من خلال فوز بهدفين نظيفين على ضيفه الوصل الإماراتي رافع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مقابل 3 الوصل متذيل الترتيب. في المقابل عاد النصر السعودي بالنقاط الثلاث من ملعب كربلاء بعد تغلبه بثنائية مقابل هدف على الزوراء العراقية، حمل التوقيع كل من يحيى الشهري ونواف الفرشانة ليرفع رصيده في المركز الثاني إلى 6 نقاط. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. أعوان وسكك الحديدية ينفذون إضرابا بيومين على خلفية مطالب مهنية وسط استياء وتذمر المواطنين. توقيع ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في منظومة الألبان وإعلان ترفيع تسعيرة الحليب 100 مليم والزيادة لا تشمل المستهلك. بحضور قرابة 500 من المشاركين من جنسيات مختلفة تونس تحتضن منتدى المساواة بين الجنسين. وطبعا بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسيا تي في نقطتين. نشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.